أهلا بكم مشاهدينا من جديد. المرأة الإماراتية تقود التغيير بين النساء برحلات تجوال في الطبيعة. المستشارة الاجتماعية الإماراتية هالة كاظم قادت برنامجا غير مألوف لتحسين نمط حياة المرأة عبر رحلات مشي طويلة في الطبيعة في مناطق مختلفة من العالم. هذا البرنامج الجديد يلقى قبولا كما يواجه انتقادات. التفاصيل مع فائزة العزي، فلنتابع. قررت أن تخرج عن المألوف لتحسن نمط الحياة، وبرغم من أن برنامجها قد واجه انتقادات داخل المجتمع الإماراتي، لكنه أيضا لاقى القبول عند كثير من السيدات. من هي صاحبة هذا البرنامج وإلى ما تهدف؟ هذا ما سنعرفه اليوم. هالة كاظم سيدة إماراتية قررت أن تكسر نمط المألوف لتبدأ عملية التغيير عبر رحلات مشي في الطبيعة. فماذا بعد التغيير؟ التغيير لا يتوقف، والتغيير الإيجابي والصحي لا بد له تغيير مستمر استمرارية، غير أن بس أننا استمر بعزيمة أكثر، بقوة أكثر. هالة لا ترى ضيراً في عمليات التغيير التي تقودها، حتى وإن كانت ضمن مجتمع محافظ لا يتقبل تغييرات جديدة، لا سيما إن كانت المرأة هي قطبها. ما الضرر أن الواحد يكون مجتمع محافظ ويتغير؟ ما يعني التقاليد تتغير مع الأزمان، اللبس يتغير مع الأوقات. نحن ما نتكلم عن دين، نتكلم عن تقاليد. التفكير يتغير، الأسلوب الحياة تغيرت. ولعل محاولة رحلة التغيير الدمج بين التغيير الجسدي والعاطفي والفكري من أبرز نقاط نجاح البرنامج. أول شيء عاطفياً يتكلم، بعدين فكرياً هو عندنا ساعة صمت من ضمن البرنامج، ساعة صمت. بعدين جسدياً، ونحن نمشي بالأربع خمس ساعات في اليوم في الجبال وفي القرى وفي الأرياف، فالتغيير كامل. رحلة التغيير قد لا تتيسر لكثير من النساء، ربما بسبب التكلفة المالية، لكنها تبقى الأعز على قلوب السيدات اللواتي شاركن فيها، كما أخبرتني هالة كاظم. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي، فائزة العزي. ورغم أن البرنامج الذي يحمل اسم رحلة التغيير لا يختلف عن غيره من برامج الاستشارات الاجتماعية والنفسية المنتشرة حالياً، إلا أنه مبتكر من ناحية مزجه بين الاستشارة والمشي، كما أنه يقتصر على النساء فقط. أما الآن مشاهدينا، فنتوقف مع برامج ومبادرات اجتماعية أخرى، ولكن وفق نوتة الدو ري مي. وإيمان لديها التفاصيل، إليك إيمان.